عليا النعمة من نعمة ربي، كنت بعزف أبو عديل واحد صاحبي، وكان لازم أسيب الموبايل سايلنت. وليه حطه سايلنت؟ علشان الطبيعي إن أنا أسيبه سايلنت، ما هو مش معقول هبقى في عزا والقرآن شغال وموبايلي يرن بأغاني يعني. هديك المرة كنا بعزا بيا لنهاد وما كان سايلنت. لا الموضوع مختلف تماما، المرة اللي فاتت كان واحد صاحبنا من بعيد جدا، لكن المرة دي واحد صاحبي جدا وقريب مني جدا. يا حبيبتي وأنا هكون فين يعني؟ هكون اتعرفت على واحدة تانية مثلا؟ طب نفترض ده، إمتى وفين؟ ما انا طول الليل والنهار معاكي. وبعدين هو انا ممكن اعرض حب انا وانت للخطر؟ يعني ممكن اعمل اي حركه تافهه تخليني اخسرك؟ يا حبيبه قلبي انت مكفياني من كل حاجه، ومش هينفع ان انا ابص لواحده تانية. صدقتك. انا نفسي افهم حاجه واحده بس، انت ليه دايما بتشكي في حبي ليكي؟ لانك كذاب مثل كل الرجال. ما مش عشان باباكي كذاب وخاين يبقى كل الرجاله زيه. شو خص بابا هلا بموضوعنا؟ لان كل المشاكل اللي ما بيني وما بينك بسببه، لانك مفكراني زيه. شو بيأكد لي انه ما رح تطلع مثله؟ ما مش ممكن كل الرجاله تبقى زيه. ما تشوفي مثلا عادل مطر مش مخلص؟ عمرك شفتيه بيكذب؟ عمرك شفتيه بيخون؟ هو الاستثناء وغيره القاعده. وليه ما بقاش هو الاستثناء وكلنا احنا اللي قاعده؟ اساسا الرجاله ولا بتخون ولا بتكذب. عم تمزح صح؟ بكره لما نعيش انا وانت مع بعض في بيت واحد هأكد لك ان انا يمكن احسن من عادل مطر كمان. على فكرة بقى، هو احنا مستنين ايه عشان نتجوز؟ شو؟